السادة المشاهدين، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية المفصلة من قناة سهيل الفضائية، والبداية كالمعتاد بأبرز العناوين. توكل كرمان تدعو لتجميد أرصدة الأنظمة التي خلعتها شعوبها ووضع حد لمعاناة السوريين ومسلمي بورما. الإصلاح يقدم رؤيته حول هوية الدولة لمؤتمر الحوار، ويؤكد أن إسلامية الدولة لا يتنافى مع مدنيتها. مستهل النشرة، بسم الله الرحمن الرحيم. دعت الحائزة على جائزة نوبل للسلام الناشطة اليمنية توكل كرمان إلى تجميد الأرصدة لكافة مسؤولي ورؤساء الأنظمة التي أزاحتها ثورات الربيع العربي وإعادتها إلى بلدانهم. وناشدت توكل كرمان في كلمتها خلال انعقاد مؤتمر وزراء خارجية الدول والمجتمعات الديمقراطية في منغوليا كل ضمائر العالم الحية والإنسانية إلى العمل على إيقاف المجازر والمذابح التي ترتكب بحق السوريين، كما دعت إلى وضع حد للمجازر التي يتعرض لها مسلمو بورما وما يتعرضون له من حرب وتطهير عرقي. وقالت إن ما يحدث بمسلمي بورما جرح نازف في الضمير الإنساني، وسيكون وصمة عار وبصمة خزي في جبيني وضمير الإنسانية إن لم يتم إيقافه. ويشارك في المؤتمر العديد من ممثلي الشباب الدولي والمسؤولين المنغوليين وناشطين وناشطات من أغلب دول العالم، وبحضور الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية السيدة كاثرين أشتون. قدم التجمع اليمني للإصلاح رؤيته وتصوراته لهوية الدولة والأسس السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية إلى فريق بناء الدولة في مؤتمر الحوار الوطني. وأكدت رؤية الإصلاح أن إسلامية الدولة لا يتنافى مع مدنيتها، مشيرة إلى أن الهوية الإسلامية للدولة واعتماد الشريعة الإسلامية مصدرا لتشريعاتها لا يتعارض البتة مع تأسيس دولة مدنية ديمقراطية وعادلة ورشيدة. وشددت رؤية الإصلاح على أن الشعب اليمني يتطلع إلى دولة يشاد بنيانها على الديمقراطية واللامركزية، دولة يسود فيها القانون وتتحقق المواطنة المتساوية. ودعت رؤية الإصلاح لهوية الدولة كافة الأطراف السياسية إلى عدم المساس بالمواد الثلاثة الأولى في الدستور اليمني الحالي. وتنص المادة الأولى على أن الجمهورية اليمنية دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة، وهي وحدة لا تتجزأ ولا يجوز التنازل عن أي جزء منها، والشعب اليمني جزء من الأمة العربية والإسلامية. في حين تنص المادة الثانية على أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية. كما اعتبرت رؤية الإصلاح أن المادة الثالثة في الدستور الحالي التي تنص على أن الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات لم تشكل عائقا تشريعيا تجاه معالجة مختلف القضايا المعاصرة. افتتح وزير الثروة السمكية المهندس عوض سعد السقطري ومحافظ المهرة علي محمد خودم يوم أمس السبت مشروع ميناء نشطون السمكي بعد إعادة تأهيله وتحديثه. وفي حفل الافتتاح شهد وزير الثروة السمكية بمستوى الإنجاز الذي من خلاله سيعود الميناء للعمل بشكل أفضل لما فيه خدمة عملية الاصطياد والصيادين بالمحافظة. ويأتي تأهيل ميناء نشطون السمكي بالمهرة ضمن مشاريع الأسماك الخامس بتمويل من البنك الدولي، وقد بلغت التكلفة الإجمالية للمشروع نحو 5 ملايين دولار. دعا المركز الوطني للأرصاد سكان المحافظات الجبلية إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من العواصف الرعدية ومن التدفق المفاجئ للسيول في الشعاب والوديان وحدوث الانهيارات الصخرية في الطرقات والمنحدرات الجبلية. ونصح المركز المواطنين في الصحارى والهضاب الداخلية لمحافظات صعدة وإب وتعز والضالع وشبوة وحضرموت والجوف والمهرة ومارب وذمار بالابتعاد عن مجاري السيول وعدم التواجد في بطون الأودية. وطلب المركز المواطنين بعدم استعمال هواتف النقالة أثناء العواصف الرعدية واستخدام أنوار المركبات عند هطول الأمطار، وذلك بسبب التدني الملحوظ في مدى الرؤية الأفقية.
كما حذر القطاع البحري لخفر السواحل قطاع خليج عدن مرتادي السواحل بالمحافظة من التعمق الزائد في السباحة حفاظا على أرواحهم. ويأتي هذا التحذير مع قدوم موسم الرياح الشديدة التي تؤدي إلى اضطرابات الأمواج المرتفعة وتلاطمها في كافة الاتجاهات، سيما في مناطق ساحل أبين عدن التي تستمر حتى نهاية سبتمبر القادم. أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بعد غد الأربعاء إجازة رسمية لجميع موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط بمناسبة عيد العمال العالمي. ويصادف الأربعاء القادم يوم العمال العالمي، وهو احتفال سنوي يقام في دول عديدة حول العالم كذكرى لإحياء نضال النقابات العمالية من أجل العمل لثمان ساعات فقط في اليوم. أقامت مؤسسة تمكين فعالية لعرض التقرير الختامي حول رؤية النساء لقضايا الحوار الوطني الشامل. وأكدت توصيات التقرير على ضرورة إشراك النساء في الأعمال الميدانية للجان مؤتمر الحوار، وبما يضمن الخروج بقرارات تعبر عن كافة شرائح المجتمع بكل حيادية. كما قدمت بعض الرؤى حول قضايا الحوار التسع الأساسية. أكد رئيس دائرة الإعلام والثقافة بالتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة صعدة على ضرورة تضافر كافة الجهود والعمل لإنجاح تطلعات الشعب في بناء اليمن الجديد والموحد المستقر والآمن، وذلك عبر الحوار الوطني الشامل وبمختلف الوسائل المتاحة. وأشار في افتتاح فعاليات الملتقى الإنشادي الثاني لمنشدي ومبدعي محافظة صعدة والذي تنظمه دائرة الإعلام والثقافة بالمكتب التنفيذي للإصلاح بصعدة إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها القيادة السياسية وحكومة الوفاق لتحسين الأوضاع الاقتصادية وتلبية الخدمات الأساسية للمواطنين، والتي من شأنها تهيئة الأجواء المناسبة لإنجاح الحوار الوطني. وأشاد بالأدوار النضالية لأبناء محافظة صعدة في كافة مراحل ثورة 11 فبراير، وما قدمه شباب المحافظة من تضحيات ومواقف نضالية أثناء مشاركتهم في ساحة الحرية والتغيير بأمانة العاصمة صنعاء. من جانبه أكد الأستاذ علي بن علي العيزري رئيس الدائرة السياسية للإصلاح بصعدة أن أبناء المحافظات قد سئموا أصوات الدبابات والمدافع، وأن لهم أن يسمعوا الآخرين أصواتهم الشجيجة والأناشيد والأهازيج الشعبية. تظاهر العديد من أبناء مديرية نهم أمام مكتب النائب العام بصنعاء للمطالبة بإنفاذ العدالة بحق قتلة يحيى الجرادي أحد مشايخ المديرية الذي قتل قبل 3 أعوام. وشك المتظاهرون من وجود تهاون في تنفيذ الأحكام القضائية التي صدرت بحق الجناة من خلال إبقائهم في إدارة أمن محافظة صنعاء وعدم ترحيلهم إلى السجن المركزي لتنفيذ الأحكام الباتة. ويتخوف أولياء دم المجني علي الشيخ الجرادي من الإفراج عن القتلة، خاصة بعد قيام أشخاص بضرب أبراج الكهرباء وقطع الطرقات في مديرية نهم للضغط على الحكومة لإطلاق سراح المحكوم عليهم. وفي هذا الشأن دعا المتظاهرون رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق والنائب العام عدم الرضوخ لابتزازات من وصفوهم بالعصابة الإجرامية وسرعة تنفيذ القصاص من أجل تحقيق العدالة وإرساء الأمن والسلم الاجتماعي. لا حتى الآن تم إيداعهم من المحافظة بدل أن يرسلوا السجن المركزي لاستكمال بقية الإجراءات وتنفيذ الأحكام. قاموا أهالي وبقية المحكوم عليهم بالإعدام بقطع الطريق وقطع الكهرباء من أجل يضغطوا على الدولة بتوقيف تنفيذ الأحكام وإخراج المساجين من السجن. طالب يعني بالضبط بقية القتلة الذي لا زالوا في البلاد ولا زالوا يقطعوا الطريق ويعتدوا على الكهرباء من اجل يعني ايش اخراج المقبوضين الان اللي موجودين في الامن. هؤلاء قتله صدر بحقهم احكام بالاعدام ولهم الى الان حوالي اكثر من نصف شهر ولا زالوا في اداره الامن في محافظه صنعاء، وقد تم يعني نطلب ايداعهم الى السجن المركزي وتنفيذ العداله وعدم التدخل القبلي.
وما ضاع حق وراءه مطالب. ختام النشرة، أعود فأذكركم بأهم وأبرز ما جاء في هذه النشرة من أنباء. توكل كرمان تدعو لتجميد الأرصدة الخاصة بالأنظمة التي خلقتها الشعوب ووضع حد لمعاناة السوريين ومسلمي بورما. الإصلاح يقدم رؤيته حول هوية الدولة لمؤتمر الحوار ويؤكد أن إسلامية الدولة لا يتنافى مع مدنيتها. للمزيد من الأخبار ومتابعة برامجنا على قناة سهيل الفضائية، زوروا موقعنا على الإنترنت سهيل.net، كما يمكنكم أيضا زيارة صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.